مرحبا معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. في البدايه طبعا كابتن سيد موفقين ان شاء الله في المباراه. عايز اتكلم على انطباعك طبعا على اول يوم ووصولنا هنا في اوغندا، شايف الامور ازاي؟ فندق الاقامه، الملعب كمان اللي بتدرب عليه، حطينا في الاجواء كابتن سيد. يعني الحمد لله طبعا احنا وصلنا امبارح، يمكن الرحله كانت حوالي 6 ساعات من دبي، والحمد لله 400 يمكن الى حد كبير جدا الفرقه ارتاحت بشكل كويس، ودي اول تمرينه بالنسبه لنا، وبكره ان شاء الله هتبقى التمرينه الثانيه على استاد اللقاء، ويا رب ان شاء الله نكون موفقين باذن الله. طبعا ارضيه الملعب هنا يمكن عرفنا كمان الارضيه دي هتكون ملعب اقل منها كمان شويه، اللعيبه ازاي هتقدر تتاقلم على الموضوع ده؟ واتكلمت مع اللعيبه ازاي كابتن سيد؟ بص بقى خلاص، يعني انت جاي لحاجه محدده وحاجه مهمه، يعني ان شاء الله الرحمن نأديها بشكل كويس ايا كان الاجواء وايا كانت الظروف، يعني لكن ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها يعني. فخلينا ننتظر ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، لكن على ثقه تامه بكل اللعيبه وامكانياتهم وقدراتهم، ان شاء الله الرحمن باذن الله نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. عارف ان الاهلي بمن حضر، لكن برضه بيبقى في غيابات مؤثره كابتن سيد، اجاي وازار وعلي معلول، عارفين ان المتواجد طبعا هيكون على قدر المسؤوليه، لكن بيبقى ليها تاثير معاكم في الجهاز الفني ولا كابتن سيد؟ مش عايز اتكلم فيها دلوقتي خلاص، يعني خلينا نتكلم في اللي موجود. زي ما قلت لك يعني عندنا مهمه محدده وحاجه جاي عشانها ان شاء الله، ورب ان شاء الله الرحمن نوفق فيها باذن الله تعالى. ويمكن البطوله الافريقيه زي ما انا قلت بتتاخد على مراحل، دي مرحله في بدايه دوري المجموعات نحقق فيها نتيجه كويسه ان شاء الله، وبعد كده بقى باذن الله كل اللي ما يرجع يعني. استفدنا بشكل كبير من مباراه اياكس، اللعيبه يمكن ظهرت بشكل مميز جدا، ده يبقى بروفه مميزه بالنسبه لنا قبل المباراه ده كابتن سيد. يعني احنا كنا جايين طالعين من مصر على هدفين، الهدف الاول خلص خلاص اللي هي مباراه حسام، والهدف الثاني اللي هو مباراه كامبالا، فان شاء الله الرحمن نحقق الهدفين منهم باذن الله، جزء او نص الطريق اتحقق، بقى النص الثاني ان شاء الله. اخيرا رسالتك ايه للعيبه؟ بتقول ايه للعيبه او كابتن حسام قال للعيبه قبل المباراه المهمه ده كابتن سيد؟ مفيش كلام ممكن يتقال، يعني الموقف المباراه خلاص بعد بكره ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها، على امل كبير جدا 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 باذن الله تعالى، وواثقين جدا في اللعيبه وامكانياتهم وقدراتهم زي ما انا قلت. وزي ما قلت يعني المرحله الافريقيه او البطوله الافريقيه بتتاخذ على مراحل، مفيش حاجه اسمها عنق زجاج او ما شابه ذلك، يعني هي مباراه مهمه في وسط دوري المجموعات ان شاء الله الرحمن نحقق فيها نتيجه كويسه باذن الله، وعلى ثقه تامه بكل المجموعه اللي معايا وان شاء الله الرحمن و18 اللي موجودين في القائمه ان شاء الله الرحمن باذن الله نقدم مباراه كويسه ونرجع بنتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا. كل الشكر تقدير كابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، موفقين ان شاء الله في هذه المباراه، تصريحات مهمه، عندنا ثقه كبيره في كابتن سيد ان شاء الله وفي كل لاعبي النادي الاهلي للعوده ب3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي وكامبالا سيتي يوم الثلاثاء. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي.